اعتصموا بحبل الله جميعا ويساعدكم على هذا ويجعلكم على مثل الشمس ان ترجعوا لفهم السلف الصالح وهو كما قلت لكم مبثوث بين ايديكم. وهذا تحدي لمن يعارض جهاد. نحن نتحدى اهل البدع والاهواء، اهل البدع العقائديه واهل البدع السياسيه. انا اقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان احمد يقول اهل البدع بيننا وبينكم الجنائز، ونحن نقول ذلك ونقول بيننا وبينكم الكتب. الكتب موجوده. قال الله تعالى لرسوله قل فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين. فياتون بالتوراة فتكذبهم. وهؤلاء ناتي بكتب السلف، ناتي بالقران، ناتي بالسنه، ناتي بكتب البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وما الفه احمد وما الفه غيره، ناتي بها. ومن هو على طريق هؤلاء ومن ينابذهم ويخالفهم؟ كما تحدى الله اليهود ان ياتوا بالتوراة بجاءت التوراة فضحتهم، نحن نتحدى هؤلاء ان ياتوا بكتب السلف لتفضح المبتدع منا او منهم وتبين من هو المنحرف، انحن ام هم؟ هل يستطيعوا ان يتحدونهم؟ هل يستطيعوا ان يفتحوا افواههم بمثل هذا الكلام؟ نحن نملا افواهنا بكل شجاعه، نتحدى كل من يقول اننا على خلاف منهج السلف الصالح. نحن والله ندعو الى منهج السلف الصالح، الى كتاب الله وسنه رسول الله عليه الصلاه والسلام، ونحتج في عقائدنا وعبادتنا ومواقفنا من الحاكم والحكام والمحكومين والجماعات والفرق على كتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الاخرون فعلى الحيل وعلى التلبين وعلى الضحك على البطون كما يقال، والله لن تجد عندهم الا